الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفون 4331 شخص. بالنسبة للمحجوزات والعائدات الإجرامية 35 كيلوغرام و738 غرام ديال الكوكايين، 229211 قرص والويس، طن و395 كيلوغرام و614 غرام من وخد ديال الشيرة، 133 كيلوغرام و385 غرام من وخد ديال الكيف من زوج بابا، 4 كيلوغرامات و287 غرام من وخد ديال الهيروين، 15968 كينينة من المشروبات الكحولية، 428 مركبة بعضها في وضعية غير قانونية، 244 سلاح أبيض، 2438 هاتف نقال، 1401 نرجيلة، كذلك 4 قوارب للصيد. هذا وقد جاء تفكيك عددها من الشبكات الإجرامية خاصة التي تنشط في التجارة الدولية للمخدرات والمؤثرات العقلية، التجارة بالبشر، تنظيم الهجرة الغير المشروعة، شبكة التجارة الدولية في السيارات المسروقة والتزوير واستعماله، وشبكات النصب وأراضي الهجرة وغيرها من أنماط الجريمة المنظمة، وذلك بتنسيق وثيق مع المصالح الإقليمية والجهوية لمراقبة التراب الوطني. وعن مؤشرات السلامة المرورية، فقد تمكنت مصالحنا من تحرير 10627 محضر بشأن مختلف المخالفات التي تم تسجيلها في حق مستعمل الطريق، واستخلاص 26431 غرامة صحية بلغت قيمتها المالية ما مجموعة 6,141,850 درهما، كما تم إيداع 2497 مركبة تتنوع ما بين سيارات ودراجات نارية وشاحنات بالمحجز البلدي. وفي سياق متصل، وصلت مصالح الأمن تقوية شراكتها المؤسساتية مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا، والتي شملت تنفيذ مجموعة من البرامج الاستراتيجية في مجال التوعية والوقاية من حوادث السير، وتم إنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل مراقبة التركية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة لضمان التكوين الممنهج والتطبيق السليم لمقتضيات ذات صلة بالسلامة المرورية. شبكات كاميرات مراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة الخاصة بالأمن الوطني في القراءة الآلي للوحات تركيب السيارات بالمحاور الطرقية الحضرية، وهي العملية التي يتم حاليا العمل بها بشكل تجريبي في بعض المدن، وهو ما سيمكن من رصد المركبات التي تشكل موضوع بلاغات بالسرقة. في مجال تسخير التكنولوجيا الحديثة للتواصل خدمة للمواطنين، قد شرعت مصالح الأمن الوطني في استغلال منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك. ان شاء الله تبارك الله.